صباح الخير، كيفكن حبايبي؟ اشتقت لكن بعرف انتو كمان اشتقتوا لفيديو هادي. فيديو اليوم كتير مهم وبيخص كل حدا عايش بالدول العربية، وكمان الاشخاص اللي بالدول تبعن بيستخدموا درجات الاكسجين 10%، 20%، 30%، 40%، لانه في اكثر من فيديو شرحت فيها عن درجات الاكسجين واستخداماتها مع صبغات الشعر، بس اجالي اكثر من تعليق وطلبوا مني انه اعمل فيديو واشرح فيها عن درجات الاكسجين تبع الدول العربية، مع العلم انه درجات الاكسجين بالدول الاوروبية ولا بالدول العربية هن نفس الشيء، بس في اختلاف بالارقام. حبايبي فيديو اليوم رح اشرح لكن عن درجات الاكسجين بالدول العربية وكمان اوروبية مشان تعرفوا انه الطرفين هن نفس الشيء. والفيديوهات اللي شرحت فيها عن درجات الاكسجين وكيف نستخدمها مع صبغات الشعر، كل روابط الفيديو رح تلاقوها تحت بصندوق الوصف. وبلا ما اطول عليكم خلينا نبلش بالشرح العملي. حبايبي اول شي رح نعرف مع بعض شو هن درجات الاكسجين بالدول العربية. هن 10%، 20%، 30%، 40%. هدول هن درجات الاكسجين بالدول العربية، وفي اكثر من دول كمان اوروبية بيستخدموا نفس هدول درجات، وكمان امريكا بيستخدم هدول درجات اكسجين 10%، 20%، 30%، 40%. هلا رح اكتب جنبها درجات الاكسجين بالدول الاوروبية، ورح اكتبها باللون ازرق مشان تلاحظوا الفرق. 3%، 6%، 9%، 12%. هدول هن درجات الاكسجين اللي بيستخدموها الدول الاوروبية. 3%، 6%، 9%، 12%. حبايبي مثل ما عم تشوفوا انه رقم 10% مقابلة رقم 3%. الدول العربية اللي بيستخدموا رقم 10% هي نفس الأكسجين اللي بيستخدموها بالدول الأوروبية 3%. الرقم 20 مقابل رقم 6% هي نفس الأكسجين. الدول العربية اللي بيستخدموا رقم 20% هي نفس الأكسجين اللي بيستخدموها الدول الأوروبية رقم 6%. كمان نفس الشيء رقم 30% مقابل رقم 9%. الدول اللي بيستخدموا اكسجين رقم 30% هي نفس الاكسجين اللي الدول الثانية اللي بيستخدموا اكسجين رقم 9%. وكمان نفس الشيء رقم 40% مقابل رقم 12%. الدول اللي بيستخدموا اكسجين رقم 40% هي نفس الاكسجين اللي بيستخدموه الدول الاوروبية 12%. بتمنى لحد هون تكون فكرة واضحة بالنسبة لكم. الدول اللي بيستخدموا اكسجين رقم 10، 20، 30، 40% هن نفس الارقام الاكسجين وعيارات الاكسجين الدول الاوروبية اللي بيستخدموا 3، 6، 9، 12%. حبايبي والشغلة الثانية لازم نعرفها بالأكسجين واللي بنحكيها باللغة الألمانية أكسيداتسيون مثل، وعلامة الفيزيائي هو H2O2. الشغلة الثانية اللي حكيت لكم عنها هو لازم كمان نعرفها من ناحية معلومات الأكسجين. هلا رقم 10 هو رقم خفيف كتير، لما يزيد النسبة مثلا 20% معناته الأكسجين هون، العيار الأكسجين هون عم تزيد. 30% تزيد أكثر، 40% باعتبار رقم 40 هو رقم أعلى من رقم 30، 20، 10، معناته هون أكسجين رقم 40 هو أكسجين رقم عالي كتير. كمان نفس الشيء هون بالدول اللي بيستخدموا هدول أرقام الأكسجين، رقم 3 هو رقم الأكسجين خفيف، رقم 6 بصير شوي أعلى، رقم 9 لسه أعلى، ورقم 12 باعتبار لسه هاي رقم أعلى
واكبر من رقم 9 6 3 معناته هون كمان الاكسجين رقم 12 هو نسبة اكسجين العالي كتير. اوكي حبايبي، وهلا رح نعرف مع بعض استخدامات الاكسجين مع صبغات الشعر. شو معنات هذا الحكي؟ يعني امتى رح نستخدم اكسجين رقم 10% 20% 30% 40% مع صبغات الشعر، وكمان نفس الشيء ارقام الاكسجين الثانية 3% 6% 9% 12% مع صبغات الشعر. هلا اول شيء رقم 10%، الدول اللي بيستخدموا رقم 10% وكمان دول اللي بيستخدموا رقم 3%، باعتبار هدول ارقام خفيفة كتير لاخر درجة، هون بنستخدمها بالصبغات تونون. رح اكتب هون كلمة تونون. شو معنى تونون؟ رح اشرح لكم شوي بسيط عن كلمة تونون، وان شاء الله رح يكون في فيديو تاني رح اشرح فيها اكتر معلومات عن صبغات الشعر وشو الفرق بين يعني صبغات الشعر وشو فرق بين تونون. نوع تاني من الصبغات بس خفيفة لاخر درجة، وبيستخدموها لتصحيح الالوان، مو الالوان التصحيحية الالوان مصححات. يعني في فرق بين مصححات الالوان وفي فرق بين تونون، مشان ما تتخربطوا. اوكي هلا رقم 20%، الدول اللي يستخدموا رقم 20% وكمان دول اللي بيستخدموا رقم 6%، هون الاكسجين اللي تنفتح درجتين من الصبغه، تفتح درجتين من الصبغه، وهون الرقم كتير مهم كمان، رقم 20% و6% بغطي الشيب. يعني الزبون اجى لعندكم وفي براسن شعر ابيض شيب، فورا بدون تردد جباري تستخدموا الاكسجين. اللي عايشين بالدول بيستخدموا هدول ارقام اكسجين، تستخدموا رقم 20%، والدول اللي بيستخدموا هدول ارقام تحط صبغة شعر مع اكسجين رقم 6%، تنفتح درجتين من لون الشعر. اذا زبوني بدأ درجتين بينفتح من لون الشعر، ولا اذا بدها تغمق كمان يعني بتغمق درجتين من لون الشعر، وكمان بغطي شيب. هلا رقم 30، والمقابل للدول اللي بيستخدموا اكسجين رقم 9%، باعتبار هلا هون وصلنا لارقام شوي عاليه من الاكسجين. يعني هون رقم 30 اكبر من 20 و10، ورقم 9 هون اكبر من رقم 6 و3، معناته هون بنستخدمها لالوان فاتحه. الالوان الفاتحه تبلش من رقم 6 ونحن طالعين 6 7 8 9 10 12، وهون بنسميها بالدول الاوروبيه وخاصه بالمانيا هيلا فيربونغ. رح اكتب هون يعني كلمه فاتح باللغه العربيه يعني معناته انه فاتح. يعني هون عم نستخدم صبغات الفاتحه لاخر درجه، لانه لما الزبون بتيجي لعنده بتطلب صبغه بتنفتح ثلاث يعني من درجتين لثلاث درجات. هون ما فينا نستخدم اكسجين رقم 20 او رقم 6، جباري بنجي لاكسجين شوي اعلى شيء مشان نفتح اللون شعر شوي. وباعتبار الدول اللي بيستخدموا هدول الارقام جباري نستخدم 30%، والدول اللي بيستخدموا هدول الارقام جباري نستخدم رقم 9%، لانه هدول الارقام شوي اعلى من الارقام الفوق مشان مثل ما حكيت لكم نفتح لون شعر. هلا هون رقم 40% ورقم 12%، هون وصلنا لدرجة الأكسجين العالي لآخر درجة. هلا هون كمان بنستخدمها من ناحية بلاياج، من ناحية مش، أو من ناحية خصر رفيعة نعمل بين شعر الزبون. وهون رقم 12 كمان نفس الشي، بس رح احكي لكم شغله وملاحظه كتير مهمه مشان ديروا بالكم وما تقعوا بالغلط. الرقم 40 ولا رقم 12 حكينا هدول ارقام بنستخدمها بلايات مش خصلات رفيعه لما نعمل بين شعر الزبون، بس هدول ارقام الاكسجين عالي لاخر درجه. اذا نستخدم هدول ارقام الاكسجين مع شعر الزبون يعني احتمال كبير، يعني 75% الشعر الزبون رح يصير فيها مشاكل.
يفضل تبعدوا عن هدول الأرقام. هلا أنا شخصيا بالصالون ما بقرب على رقم 12. رح تحكولي نادية بدول أوروبية في رقم 12، بدول عربية في رقم 40، طب ليش ما نستخدم؟ هل الزبون بتيجي لعنا على الصالون وبدها نعمل شعرها لفاتح لآخر درجة أو بلاياج أو خصر فيها أو مش، بس نعرف يعني جلد فروة رأس حساس فيها التهابات، الزبونة أصلا مريضة عم تاخد شوي أدوية ولا لأ؟ هدول كل العوامل خارجية ولا داخلية تلعب من ناحية صبغات الشعر، لأنه صبغات الشعر عم دخل فيها أكسجين وبتفوت لجلد الرأس وبتنفتح الخلايا وبتستقبل هاي الصبغة مع الأكسجين، احتمال يصير كمان يعني آثار سلبية. مشان هيك ونصيحة مني لإلكن، تبعتوا عن هدول رقمين، لا تقربوا عليهم ولا تستخدموا. الزبونة لما بدها نفتح لون شعرها بمش خصر فيها نعمل بين شعرها أو بلاياج، بنستخدم الدول اللي بيستخدموا هدول الأرقام استخدموا أكسجين رقم 30%، والدول اللي بيستخدموا هدول الأرقام استخدموا أكسجين رقم 9%، وهون خلي الوقت أكتر أحسن ما تنحرق شعر الزبون. يعني هون الصبغة أو المش تكون مدتها من 35 دقيقة لحتى 45 دقيقة مع مراقبة مستمرة. أحسن ما نستخدم الأكسجين العالي رقم 40 ولا رقم 12% وبتنحرق شعر الزبون. واللي بيشتغل بالصالونات أو مجال كوافيرة أو اللي كل حدا يحط صبغات لشعره لحاله بالبيت، هلا رح تعرفوا إنه إمتى رح تستخدموا أكسجين لصبغة تحطوها على شعرك. مثل ما حكينا الرقم 10 رقم خفيف تستخدمه ولا تهونه، 20 تفتيح لمرض درجتين من الشعر بيغطي شيء، رقم 30 وال40 هن أرقام لتفتيح درجة شعر 4-5 درجات أو نستخدمها مع المش. أوكي حبايبي، وهي كانت فكرة فيديو اليوم، إن شاء الله تكون فكرة واضحة بالنسبة لألكن. هلا كلياتكم صرتوا تعرفوا أرقام الأكسجين بدول عربية ودول أوروبية هن نفس الشيء نفس الاستخدامات بس اختلاف في الأرقام. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اللي يكون عجب قناتي بتمنى تشتركوا بقناتي، تضغطوا على زر الجرس الصغير وأسفل الفيديو مشان دايما يوصلكن إشعار كل ما بنزل فيديو جديد على قناتي. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، وإذا عندكن أي استفسارات تعليقات من ناحية الصبغات الشعر أكسجين، عندكن أنو أسئلة فيك تحطوا ليها بالتعليقات تحت، وإن شاء الله رح أجاوب عليكن. واستنوني فيديو جديد.